مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. 24 ساعه بتفصلنا عن حلم الحقيقه، وبقول حلم لانه الاهلاويه وحشهم بشكل كبير جدا المشاركه في المونديال. يمكن تكون البطوله الوحيده الحقيقه اللي المتعه فيها بتبقى اكتر من الحماسه. يعني انا بيتهيالي انه اي بطوله النادي الاهلي بيبقى جزء من متابعتك ومن متعتك ومن لمتك مع الناس وانت بتابع ماتشات الاهلي في حاله تنشنه، في حاله ترقب، في حاله توتر، عشان دايما عايز انه الاهلي يكسب ويوصل لمنصه التتويج. لكن بطوله العالم بيتهيالي الى حد ما مختلفه، طموحات كبيره جدا ورهان كبير جدا من جمهور النادي الاهلي على مشوار الاهلي في المونديال في النسخه الحاليه. واتمنى ان شاء الله باذن الله، بعيدا بقى عن اي معايير واي مقارنات واي ارقام حضراتكم تابعتوها، انا بيتهيالي لو روح حاضره، لو روح الفانيلا الحمراء حاضره، الاهلي يقدر في البطوله دي يروح لبعيد. مساء الخير على حضراتكم. النهارده هنتكلم في حاجات كتير. ايه هي حقيقه اصابه بدر بانون؟ ايه هو او مين هو الطاقم التحكيمي اللي هيتولى اداره مباراه النادي الاهلي في انطلاقه مشواره في المونديال؟ وتصريحات كهربا والشناوي والشحات للفيفا. مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير يا ساره.